السلام عليكم، اهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات الديب ليرنينج والماشين ليرنينج. بالفيديوهات الماضيه حكينا عن اللينير ريجريشن واخذنا كذا مثال عن اللينير ريجريشن وفهمنا اسسه النظريه وقدرنا نطبقه وقدرنا كمان نكتبه من الصفر. اليوم حناخذ نوع ثاني من الريجريشن اللي هو النون لينير ريجريشن، لما بتكون الداتا ما بنقدر نوصفها بخط مستقيم وبس. خلينا نشوف هذا الشيء بشكل نظري وبعدين نفوت فيه بشكل عملي. مثل ما شايفين هون على الشاشة عنا نحنا داتا متوزعة بشكل معين. يمكن يكون هذا الشكل ما له شكل خطي مثل ما شايفين هون، نحنا ما فينا نوصفه بدقة عن طريق خط مستقيم، وبهالحالة هي بدنا نوصفه بطريقة غير خطية، يعني بطريقة كثير الحدود، وبالتالي نحنا ما بتوصف معنا هاي الداتا بخط مستقيم وإنما بخط منحني مثل هذا الخط مثلا، وهذا الخط ما بيعود بيتوصف ببارامترين بس، ممكن يتوصف بأكثر من بارامتر. بهي الحالة ممكن يتوصف بأربع بارامترات اللي هن C0, C1, C2 وC3، وهي يسموها البولينوميال كيرف فيتينج، انه نحن نلاقي كيرف مو مستقيم يعني مو لينير ريجريشن، نلاقي شيء اسمه نون لينير ريجريشن. هي الأسس النظرية. الفرق الوحيد هون انه نحن ما عدنا ندور على خط مستقيم ببارامترين اللي هي التقاطع مع الواي والميل، نحن لازم ندور على منحني، وهذا المنحني بيتوصف باكثر من بارامتر، احيانا بيكونوا 3 و4 و5 واكثر من هيك، طبعا حسب تعقيد الداتا اللي عندنا، ولكن داتا بهذا التعقيد اللي نحن شايفينه على الشاشه بتتوصف عاده باربع بارامترات وبتكون الدقه عاليه. حناخذ مثال عملي على هذا الشيء ونبلش دغري فيه. المثال العملي اللي هو حيكون عدد ضربات القلب تحت الضغط، يعني عندنا مريض نحن عم نراقب ضربات القلب تبعه البيت بير مينيت تحت الضغط، يعني تحت الإجهاد العضلي، انه عم يمارس شغله معينه وبالتالي عم ترتفع ضربات قلبه. كيف ترتفع ضربات القلب؟ ما بترتفع ضربات القلب بطريقه خطية، وإنما بترتفع ضربات القلب بطريقة غير خطية. فينا نعمل داونلود لهي الداتا من هذا الموقع، أنا هحط لكم الرابط تبعه بالوصف. فينا نعمل داونلود لهي الداتا، ومتى ما عملنا لها داونلود فينا نشوفها نحن بتكست فايل عنا، ممكن نسميه heartbeat.txt، وبقلب هذا بقلب هذا التكست فايل نحن بنشوف الداتا على هذا الشكل، انه ممكن تكون هي التايم بير سكند، يعني كل سكند نحن عم نشوف كيف الداتا عم تتغير، او كل 5 سكند او كل 10 سكند اللي هو، ومنراقب نحن كيف عم ترتفع ضربات القلب كل فتره معينه من الزمن. طيب نحن صار عندنا الداتا وفهمنا شو لازم نساوي، لازم نعمل نلاقي هذا الكيرف اللي هو بيعمل لي فيت لهي الداتا، وبالتالي نحن هلا فينا نبلش فورا بالكود. نفتح ملف جديد، فأول شيء بدنا نساوي فيه بهذا الملف نحن إنه مثل ما قلنا بدنا نعمل import للLibraries. شو ممكن نحتاج Libraries نحن؟ ممكن نحتاج أول شيء اللايبراري تبع الPandas كمان as pd، يمكن تعودنا عليها. ليش؟ حتى نفتح txt file اللي نحن نزلناه. وكمان بدنا الNumpy مشان نقدر نعمل شوية matrix operations، وبدنا كمان نحن الماتبلوتليب منشان نقدر نعمل plot للداتا .pyplot as plt. تمام؟ استدعينا المكتبات اللي نحن بحاجتها مبدئيا. شو ممكن نحن هلا نساوي؟ بدنا نقرا الداتا. طيب ممكن نسمي متحول لنفرض اسمه hr اللي هو heart rate، ونقرا منه الداتا اللي هي عملنا لها داونلود، وبالتالي الداتا اللي عندنا هي اسمها heartbeat، هيك سميناها نحن heart rate عفوا .txt، سميناها heart rate .txt. تمام، نحن قرينا الداتا بهذا المتحول، هلا صارت الداتا موجودة عندنا بهذا المتحول، وفينا كمان نلاقيها هون ضمن المتحولات اللي نحن نشوفها اللي هن الفاريبل بقلب الفاريبل اكسبلورر. طيب حتى نحن نشوف شو هي الداتا كمان فينا نحن نطبع الهيدر تبعها، وبالتالي نحن فينا نقول له دغري دوت هيد، واذا بنعمل رن بنشوف انه طبع لي اول 5 قيم عم بيقول لي هو بال
سكند 0 كان ضربات القلب 103، بالسكند 5 كان ضربات القلب 103، بال10 نفس الشيء، بال15 نفس الشيء، بال20 بلش يرتفع، بلش يصير 108. طيب نحن حتى نعرف كمان شغلات معينة عن الداتا اللي نحن عنا إياها، فينا كمان نطبع شيء بسموه الستاتستكس، يعني شوية إحصائيات عن الداتا. ففينا نستخدم ميثود من أحد الميثود اللي بتوفر لنا إياه هون الPD الPandas، واللي هي describe. ففينا نحن نعرف شوية معلومات عن هاي الداتا، فأعطانا شوية معلومات إحصائية، قلنا هي الداتا تبعنا هي 141 داتا بوينتس، المين تبع الداتا هو 600، الستاندرد ديفيشن هو 300 وشوي، المينيموم فاليو هي كذا، والماكسيموم فاليو هي كذا، وعطانا نحن كل المعلومات الثانية اللي بتتعلق بهذا التوصيف الإحصائي. طيب خلينا نحن كمان نعمل بلوت للداتا، بما انه نحن بدنا نشوف كيف الداتا شكلها. ففينا نقول له plt.plot، وبعدين نطبع الكولومز اللي هن التايم على الاكس والضربات القلب على الواي. ففينا نحن نقول له hr اللي هو الداتا فريم اللي نحن بدنا اياه، بقول له انه خذ لي التايم بالسكند، وخذ لي كمان ال hr اللي هو الكولوم الثاني الهارت ريت. اذا بنعمل بلوت للداتا بنلاحظ انه الداتا هي بتاخذ هذا الشكل، فهو ما عاد شكل خطي، والداتا ما عم تتوزع بشكل خطي، عم تتوزع بشكل نون لينير، وبالتالي نحن اذا رسمنا خط مستقيم هيك ما حيعطينا اي توصيف دقيق للداتا، لازم نحن نلاقي كيرف يقدر يوصف لنا هاي الداتا بشكل ادق. فينا نحن نعتمد على المعادله هي اللي شفناها نحن بالنون لينير، اللي هي هاي معادلة بتوصف شكل هذا المنحني اللي هو البولينوميال، وإلى أربع بارامترات. ففينا نبرمج هاي المعادلة حقيقة نحن ضمن الكود تبعنا. خلينا نبرمجها سوا. خلينا نعرف تابع مثلا اسمه BPM اللي هو beat per minute، وخلينا نقول انه هذا BPM بياخد time t، بعدين بياخد C0 وبياخد C1 وبياخد C2 وبياخد C3 اللي هن البارامترات اللي نحن عنا اياهم بالمعادله اللي شايفينها على الشاشه. طيب شو بيرجع هذا؟ بنقول له انه نحن هذا التابع بدنا اياه يرجع المعادله اللي نحن قلنا له انه هي هي المعادله اللي ممكن توصف لي الداتا تبعي. فالمعادله هي C1 او C0 plus C1 times T، وعندنا minus C2 والاكسبوننشال ل minus C3 و times t. فهي هي المعادلة اللي ممكن نحن توصف لنا الـ non-linear regression. لكن نحن كمان لازم نعرف شو هن C0 C1 C2 C3. بس ممكن نحن مبدئيا نقول له انه انا رح احذر هدول، يعني رح اتحذر بس، ورح اقول انه القيم هاي ممكن تقول مثلا 150 بعدين 0.01، بعدين مثلا ممكن تكون 80، بعدين 0.02 ولنفرض. هاي هي القيم اللي أنا حذرتها بس مو أكتر. طيب خلينا نحن هلأ نعمل شغلة تانية اللي هي إنه نقول له for i in range. شو الرينج اللي نحن بدنا إياه؟ اللي هو عدد الداتا بوينتس، عدد الشغلات اللي نحن بدنا إياها، اللي هي التايم. يعني كل ما كان عندنا نحن تايم كل 5 ثواني نحن بيكون عندنا في داتا بوينتس. ففينا نحن هون نحط انه اعطيني اللينكث تبع هذا الـ variable اللي هو hr. طبعا لكل variable فحيكون عندنا تقريبا يمكن 240 نقطه حسب ما بذكر، وبالتالي نحن فينا نقول له اعطيني اللينكث للتايم بير سكند. ومشان نحن نريح حالنا فينا ناخذ هاد، ممكن نحن نستعمله اكثر من مره بقلب الكود. ففينا نقول له length ونحطه كمتحول، وبعدين نقول له انه هون in range length. تمام. طيب نحن شو بدنا نحسب؟ بدنا نحسب بكل نقطة، يعني بكل نقطة time بدنا نحسب ال y المقابلة لإلها، بكل نقطة time بدنا نحسب ال y المقابلة لإلها عن طريق مين؟ عن طريق هاي المعادلة اللي نحن حطيناها بقلب هذا الكود او بقلب هذا التابع. طيب خلينا نحن نساوي هذا الشيء.
بدنا نقول له انه مثلا واي 1 مين هي واي 1 هي عباره عن ماتريكس فاضيه فلازم نعرفها نحن قبل هون ونقول له واي 1 ممكن نحن نعرفها كامبتي وممكن نعرفها كزيروز ف اللي بده يعرفها امبتي واللي بده يعرفها زيروز شو بتاخذ هاي بتاخذ نفس عدد الداتا بوينتس الموجوده واللي نحن بدنا اياها فممكن نقول له نحن هلا انه واي 1 لاي يعني كل قيمة من y1 روح استدعي لي هذا التابع اللي نحنا عرفناه ومين بياخد هذا التابع؟ بياخد التايم اللي هو already نحنا حكينا له عليه خلينا نعمل copy لهي مرة تانية يعني كل data points روح خد لي ال guess values هدول واحدة واحدة لأنه هو أصلاً بده إياهم كبارامتر أو كبارامترات ممكن نحن نحطهم هيك ونقول له إنه خذ لي إياهم واستخدم لي إياهم ضمن التابع اللي عندك فإذا هلأ بنعمل run بنلاقي إنه حسب لي كل القيم بس نحن هلأ بصير إنه بدنا نعمل plot لهي القيم كمان ففينا نحن نعمل plot لنفس البلوت اللي نحن عملناه قبل شوي وخلينا نقول له انه عمل لي اياه بالبلو ونفس القيم تقريبا التايم ولكن بدل ما يكونوا هارت ريت اللي هن القيم الحقيقيه نحن بدنا القيم اللي نحن حسبناها من خلال التابع اللي نحن قلنا له عليه وبنقول له كمان عمل لي اياه بالريد اذا نحن بنعمل رن هلا للتابع بنلاحظ انه طلع معي البريدكشن القيم اللي نحن حسبناها من خلال التابع اللي نحن عرفناه اللي هو البي بي ام بالخط الأحمر والقيم الحقيقية بالخط الأزرق ونحن شايفين إنه الشكل العام للكيرف اللي نحن طلعناه من خلال البارامترات C1 و C0 و C3 و C2 هو بالشكل كتير بيكون مقارب للكيرف للقيم الحقيقية ولكن ما له منطبق عليه فضل بس إنه نحن نعدل شوي بالبارامترات حتى نقدر نوصل لفيتنج يكون كتير ممتاز أنا برأيي لهون بكفي بهذا الفيديو بنكمل إن شاء الله بالفيديو الجاي كيف فينا نحن نقدر نعمل automatic curve fitting من خلال مكتبة الـ sklearn وكيف فينا نحن نحسب قديش نسبة الفيتنج يعني قديش الأكيوريسي تبع الفيتنج ونحكم على الفيتنج اللي طلع معنا قديش هو accurate استنونا بالفيديو الجاي